محمد خير جراحي، اهلا وسهلا فيك على هوا عمان تي في. حبيبي اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيكم. خبرنا اليوم وعم نشوفك باجواء تصوير لوكيشن. محمد خير جراح، حسك ما انا خايف من الكورونا؟ حسك طاحش طحشتك؟ لا مو هلا خايف من الكورونا، مالي خايف، لانه كل شيء ممكن احتياطات تعملها بعملها، بس انه وارد كمان كل هذا الحرص انك انت بشكل او باخر توصلك، لانه القصه كثير معقده. هذا الكائن كثير صغير وما عم نقدر ندرك انه شلون ممكن ينتقلنا بلمسه، بتاتشينج، بحركه، بكيس انت عم تتناوله اخذت، يعني شوي يعني معقده. فممكن تنصاب، بس انت عليك انك انت اول شيء ترفع مناعتك تجاهه للكورونا، انك انت تاكل بشكل صحي، مش انه شيء غالي. خضره وفواكه هلا بالصيف حلوه كثير ورخيصه وطيبه، فينك تاكل خيار وخس وبندوره وتفاح وعنب وتين وصباره، وكلهم هدول بيعملوا لك هيك، بيمدوك بالفيتامين سي، وطلع شوي على الشمس خذ شويه فيتامين دي، فبتصير مقاوم لكل المشاكل اللي بيعملها الكورونا. شخصيات محمد خير الجراح في مسلسل واحد. هيك بدي يمثل بس لحالي، ما بدي يخلي حدا يمثل معي. كل فيهم سلة بتنخزو. مسلات كثيرة معنا. ايه والله ايه والله. مشروع جديد عم يحضر له الفنان محمد خير الجراح، بيجمع ما بين شخصياته اللي نجح بأدائها خلال مسيرته الفنية، مثل أبو بدر بمسلسل باب الحارة وأدري بمسلسل صبايا. محمد خير الجراح، خبرنا كان في عندك مشروع أنت عم تعمله عن شخصياتك، كنت عم تعمل هيك صيغة. لسه شو المشروع؟ خبر الجمهور. لسه المشروع عم ينشغل عليه، عن قريبا رح يكون، يعني صار، لأنه أنا كنت بالأول عم حاول أفهم عالم المونتاج والجرافيك والفوتوشوب وكل هاي العالم اللي بيتعلق بموضوع التصوير، وخاصة لأنه عمل الشخصيات أنا لحالي، يعني هيك بدي يمثل بس لحالي، ما بدي يخلي حدا يمثل معي. شو هاي بنسميها؟ غرور، نرجسية، ثقة؟ هي الحقيقة بدي أعمل طرافة من بين الكاركترات اللي أنا عاملها، لأنه هاي كاركترات حابب حطها قدام بعضها وشوفها شلون بتتصرف. يعني إذا حطينا أدري قدام أبو بدر شو ممكن يساوي؟ إذا حطينا جوهر بمالحة قدام أرتين شو ممكن يعمل؟ أرتين وأدري، أبو بدر وجوهر، يعني هذا التنويع بين هدول الأربعة. وممكن هلأ وارد رح أضيف عليهم كاركترات جديدة. في شيء تاني كمان بلشت أعمله، عم بعمل شيء بالإذاعة، عامل شخصية، عم بعمل شيء باسم أبو الخير، له طريقة بالأداء، حكيم كتير ومتمرد كتير، يعني هيك حطهم قدام بعضهم وبمواضيع الحقيقة بتعني الناس حياتيا وليس على المستوى خلينا نقول الكوني. بعتقد انه بتطلع شغله طريفه ولذيذه. اشتقت لابو بدر؟ الحقيقه مو اشتقت، انا بحبه لابو بدر كثير يعني. وهلا انا عم بتلك بعد شوي بس اشتغل هدول العمل هذا رح يكون شغله. ما بتخاف يعملوا عليك دعوه او يقول لك هاي المخرج انا عامل هاي الشخصيه، او الكاتب يقول لك المخرج هو اللي عامل الشخصيه مثلا؟ هو الكاتب، هو الكاتب هاي التفاصيل تبع السلوك، الحركه، نظره العيون، الفيس تبعي، اذا كان هو عاملها فهي يعني يمثلها هو. يعني أنا بقدر أعمل غوار طوشة؟ ما حدا بقدر يعمل غوار طوشة. هذا بقدر يعمل أسعد تبع ضيع ضيع، إنه هذا ملك كذا. هل أنا ضد إنه يتقدم بشكل مسيء لهي الشخصية تأذية، بس إنه هو ملك. بعدين خلينا سليم، إذا ما فكر بهي الطريقة فينك تعملها بأساليب احتيال كتير كبيرة. يعني إذا سمينا أبو فجر بقدر يشتكوا عليه؟ قال له هلا مصادرين ممثل، هلا اللي بيملكوا يعني في شيء مركب الا انه حقوق الشخصيه بالمسلسل. مرات المسلسل بعتقد هي مو من حقه، ما بدل ويرفعوا دعاوي، ما في مشكله بنتسلى. ما في شيء ورانا، لا يعني ما يعني مضحكه القصه. الدراما السوريه شهدت الفتره الماضيه ضجه كبيره بسبب جرأه بوستر مسلسل شارع شيكاغو، ومحمد خير الجراح اشاد بمخرج العمل محمد عبد العزيز. خبرنا، انبسطت بالضجه اللي صارت حول مسلسل شارع شيكاغو؟ بالنسبه انه صار العالم تلتفت على الاعمال اكثر، صارت الاعمال تاخذ ضجه؟
الضجة من أنه ناحية. أول شيء العمل، العمل معمول بإيدين مخرج كويس كتير، الأستاذ محمد عبد العزيز، بوجه له كل التحية. الحقيقة مسلسل منيح، حتى لو كان أنا لازم تشوف، حتى لو كان تسجل له الحقيقة لشركة أباند أنه أنجزت منتج بهي الصيغة المحترمة بهذا الظرف الصعب اللي عم يمر فيه الإنتاج. شفت السوق. شيء من وراء المسلسل؟ إيه شفت أول حلقتين حلو كتير. مين أكثر حدا لفتك؟ قلت واو. هلا اكثر واو الحقيقه هو المخرج، الحقيقه اكثر واو الحقيقه المخرج، مخرج ذكي والحقيقه يعني شهاده، يعني عيب واحد، هي ما هي شهاده الحقيقه، هي مش يعني خلينا نقول انطباع بحقه. محمد عبد العزيز باسمه الكبير، واحد من المخرجين اللي معول عليهم فعلا الحقيقه عمليه نهوض. اولا هو واعي، مثقف، سينمائي، قارئ، شايف، يعني صاحب وجهه نظر وفكر. بعتقد انه لسه لقدام راح يكون في شغلات حلوه كثير يعملها محمد عبد العزيز ان كنا معه او ما كنا معه. وفي ظل ازمه كورونا سالنا محمد خير الجراح عن خوفه من هالفيروس وشو رايه بالفنانين اللي عم يعلنوا اصاباتهم. هاي الحقيقه ما يعني مرهونه بحاجه الشخص، او يعني ما بعرف انه انا اذا مرضت ليش خبر، ما انا ما راح اعملها، يعني ما بقول مثلا مرضان هلا انت ممكن 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 يعني هلا اذا انا مرضت يعني ما بعرف. ممكن هلا كمان سالت هاي السؤال انه ممكن بعد ما تنتهي تجربتك مع المرض اذا صار وحيه تحكي عنا من باب التوعيه. تمام. ممكن تكون أنا عم بحكي عن حالي. هلأ في شخص تاني يمكن يكون بحاجة إنه حدا يهتم فيه أو يشوفه بوقت بيكون مرضان، يمكن هذا يرفع معنويته، وهي شغلة مقرونة فيه لحاله. فأنا ما بدي أشوفها لا سلبا ولا إيجابا. أنا أسألني أنا بعملها، أنا ما راح أعملها. طيب بدنا بكلام أبو بدر تقول لجمهورك كيف هلا بدر لازم لبسه ركب اسنان وكذا. بعرف انا ما في بقى صعب كثير والله، راح كثير صعب علي، ما بقدر اقول يلا السلام عليكم، هذا كثير عم يعذبني ماروت، الله يوفقكم لا تبعتوا لنا اياه. شكرا حبيبي، شكرا كثير، باي.